طيب في سؤال بغادي، المفكر الإسلامي مصطفى محمود قال لا رجم لزانية، دليله شنو؟ طبعا يا أخواننا كلام كلمة المفكر الإسلامي هي من أساليب المستشرقين لضرب الإسلام. لو دار تضرب الدين يقول لك ده مفكر. أها طيب يا مفكر تكلم يا أخ، أصله ما تخاف حاجة يا مفكر، لا أفتكر إنه الزنا ده ما ظريف معانا، فهمت؟ وأفتكر إنه حد الردة ده حد سياسي، وأفتكر يضرب الدين كله بمفكر إسلامي. في حاجة اسمها مفكر إسلامي، في حدود، ربنا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فهمت؟ فدي حدود ما بيجوز الإنسان يتعدى عليه. احنا في النهاية ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. احنا لا بنسمع مفكر ولا في مفكر بيمنع عنا، مش الشيوعيين قاعدين يقولوا والله نحن مع الطيور ما بتعرف لها شنو كده، احنا بنقول لك والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال حاجة وامشي هناك بنمشي هناك، اقع بنقع، امش عديل بنمش عديل، لف يمين بنلف، لف شمال بنلف كده. الباسورد بتاعنا ده اي حاجة غير آية وحديث طوالي بيديك ايرور ساينتاكس طوالي، فهمت؟ ما بيمش معك. طيب فما في حاجة اسمها مفكر وما مفكر. وهو الانكار ما صعب يا اخوان، والله بالانكار جيب لي اي دين لو بتعبوز انا انكره لك، اقول لك هذا لا يتمشى مع العقل، لأن بوز هذا ما ظريف، نجر ساي. طيب هذا الكتاب قد استند على آيات من القرآن، وقد تم مصادرة هذا الكتاب دون تقديم أي نقد مقنع، ما رأيك في ذلك؟ مصادرته ده أحسن حاجة، نقد مقنع شنو؟ الأدلة دي واضحة. بعدين يا أخواننا ما هي حاجة فيها دليل أنت تتابعها. هذا واحد كتب لي حجاب لوحدة، قال من الله، قال من من من, من العين، كاتب فوقه ها قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. زول مثلا اديك حاجه، زول بيستدل على انه يا اخواننا ما بيجوز الصلاه، شوف الاستدلال ده غريب كيف، ما بيجوز الصلاه من القران. ربنا قال فويل للمصلين، يا اخواننا دي ايه ولا ما ايه؟ مش ايه من القران؟ طيب خلاص ما تصلي يا اخواننا من الليله صلاه ما في، ليه؟ لأنه الله قال فويل للمصلين. في زول بغالتني إنه دي ما آية، أنا بغالت فيها الكرة الأرضية آية، خلاص مش دي آية، نحن كده نلتزم هذه الآية ونخلي الصلاة. رأيكم شنو في الكلام ده لو قلت لكم الكلام ده؟ كلام باطل صح؟ ودي يا أخواننا فيها قصة طريفة، المفروض أنت تتم الكلام للنهاية. فويل للمصلين الذين ده اسم شنو؟ اسم إشارة مش؟ الذين شنو؟ هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. قالوا في اثنين بيسكروا، بعدين ماشين جنب الجامع، واحد قال له كده نصلي بعد ذاك نمشي نشوف سكرتنا. الثاني قام رد عليه بأبيات شعر، قال له نمشي نسكر أول، قال له دع المساجد للعباد تعمرها وقم بنا إلى الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ربك ويل للمصلين. أهرأيكم في الكلام ده شنو؟ يعني أي زول عنده آية ولا عنده حديث كلامه صح؟ ما كلامه صح، شكي إحنا بنقول الآيات والأحاديث بفهم شنو؟ أسأل بس أدونا آخر سؤال. وصية القحطاني. لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.